أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 17 من سندات التنمية الحكومية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 150 مليون دينار لفترة استحقاق 3 سنوات تبدأ في 5 أغسطس الجاري إلى 5 أغسطس 2021. ويبلغ سعر الفائدة لهذه السندات 6.55%، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%. كما أعلن المصرف المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 1715 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها المركزي نيابة عن الحكومة، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار لفترة استحقاق 182 يوما تبدأ في 5 أغسطس الجاري وتنتهي في 3 فبراير 2019. كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 4.19%. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث تراجع مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم ليقفل عند مستوى 1349 نقطة بانخفاض طفيف نسبته 0.32%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 11,026,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 2,738,000 دينار تم تنفيذها من خلال 159 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 86% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وننتقل الآن إلى إغلاقات البورصات الخليجية، وكما تلاحظون فقد أغلقت معظم البورصات الخليجية على انخفاضات متفاوتة، ونبدأ بالسوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8238 نقطة بانخفاض تجاوز النصف نقطة مئوية. أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4811 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.7%، وكان الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما بالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2973 نقطة كما هو موضح على الشاشة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.15%. أعلنت ناسداك دبي عن أسماء 12 شركة سعودية ستطلق عقودا مستقبلية على أسهمها في سبتمبر 2018، وتعتبر هذه الشركات السعودية نخبة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط التي يتركز نشاطها في قطاعات متعددة تشمل العقارات والبتروكيماويات والخدمات المصرفية والنقل. ويبلغ مجموع القيمة السوقية لهذه الشركات 229 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 43% من القيمة السوقية للسوق المالية السعودية تداول، الذي يعد أحد أكبر أسواق الأوراق المالية في المنطقة. وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي إن إطلاق هذه المنتجات يعكس زيادة فرص التكامل والترابط بين الأسواق المالية في دول المنطقة. سجلت إمارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري رقما قياسيا جديدا في استقبال الزوار الدوليين ليبلغ عددهم 8.1 ملايين زائر، وذلك بزيادة طفيفة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وأكدت الإحصاءات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي استمرار نجاح القطاع السياحي للإمارة، والذي قدر حجمه بحوالي 109 مليارات درهم مع نهاية عام 2017، في حين تبشر هذه الأرقام باستمرار دبي في تقدمها لتحقيق المزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي 2018.
مع تعزيز الإمارة من مكانتها كوجهة سياحية مفضلة لدى العديد من الزوار في مختلف الأسواق. تفاقم العجز في صف الأصول الأجنبية للمصارف القطرية إلى 48.22 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2018، وذلك بسبب المطلوبات الأجنبية المرتفعة. وبحسب رصد استند إلى بيانات المصارف القطرية، فقد بلغت قيمة المطلوبات الأجنبية على هذه المصارف بنهاية النصف الأول نحو 111.53 مليار دولار، في حين أن الأصول الأجنبية للمصارف القطرية لا تغطي إلا نصف المطلوبات الأجنبية فقط تقريبا، إذ بلغت قيمتها نحو 63.31 مليار دولار. وارتفعت المطلوبات الأجنبية للمصارف القطرية منذ بداية عام 2018 حتى نهاية النصف الأول، وذلك بنسبة 12% بما يعادل 44.8 مليار ريال، في حين سجلت الأصول الأجنبية تراجعاً بنسبة 2% بما يعادل 4 مليارات ريال. النشرة الاقتصادية مستمرة مشاهدينا من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: سهم أبل يتجاوز 200 دولار بعد الأرباح القوية بداية الربع المالي الثالث. وقعت مصر اتفاقاً مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لدعم المرحلة الأولى لأعمال مشروع تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بتمويل قيمته 205 ملايين يورو. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري اهتمام حكومة بلاده بالنهوض بقطاع النقل لتحقيق الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بما يخدم أهداف التنمية. وأشار إلى أن الجهود المبذولة لتطوير مرفق مترو الأنفاق في ضوء أهميته في نقل عدد كبير من المواطنين بين أنحاء القاهرة الكبرى. من جانبها، قالت جانيت هاكمان المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط: إن قطاع النقل في مصر يعد أكثر القطاعات التي تحظى باهتمام البنك من خلال تنفيذ مشروعات تسهم في توفير خدمات نقل أفضل للمواطنين. تعقد جمعية المصارف اللبنانية مؤتمراً صحفياً تخصصه لتناول آخر تطورات قضية تزوير المستندات العائدة لمصارف لبنانية من قبل عصابة عراقية، فيما تكشف تفاصيل إضافية عن العملية التي تبين أنها طالت مصرفين آخرين، إضافة إلى بنك عودة الذي حاول عراقيون الحصول منه على مبلغ 800 مليون دولار، ادعوا أن أحدهم أودعها في المصرف في عام 2001. وكشفت مصادر لبنانية أن عراقياً آخر تقدم إلى أحد المصارف الكبيرة في لبنان مدعياً أنه يمتلك حساباً في المصرف فتحه في عام 1999 يحتوي 400 مليون دولار أمريكي، مطالباً المصرف بتسليمه المبلغ مع الفوائد. ولكن أكد مصرف لبناني كبير أن الشخص المذكور لم يتقدم بأي وثائق أو مستندات تثبت ما يدعيه، وأنه تقدم بادعاءات شفهية فقط، مشيرا إلى أنه عندما تم التحقق من الأمر بإشراف القضاء المختص تبين أنه لا توجد أي حسابات باسمه وفق صحيفة الشرق الأوسط. أمهل النواب الإيرانيون الرئيس حسن روحاني شهرا للمثول أمام البرلمان والإجابة عن أسئلة تتعلق بتعامل حكومته مع المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وهذه أول مرة يستدعي فيها البرلمان روحاني الذي يتعرض لضغوط من خصومه المحافظين لتغيير حكومته في ضوء تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي مصاعب إيران الاقتصادية. وحد الرئيس الإيراني من التوتر مع الغرب بإبرام الاتفاق النووي عام 2015، لكنه يواجه ردود فعل سلبية متزايدة منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الانسحاب من الاتفاق، حيث ينوي ترامب إعادة فرض عقوبات خانقة تشمل صادرات النفط شريان الحياة للاقتصاد الإيراني.
كسرت الليرة التركية المزيد من مستوياتها القياسية المتدنية، وذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض فرض عقوبات على وزيرين في الحكومة التركية على خلفية احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون. وكذلك تقوم الولايات المتحدة بتحضير لائحة بعقوبات اقتصادية على أنقرة. وسجلت الليرة التركية مستويات أقل بقليل اليوم الخميس، وهوت العملة التركية إلى مستوى قياسي منخفض عند 5.15 للدولار أمس الأربعاء، عندما أعلن البيت الأبيض فرض عقوبات على وزير العدل عبد الحميد جول ووزير الداخلية سليمان سويلو بسبب سجن القس أندرو برانسون. قالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تتوقع أن تقترض 329 مليار دولار في الربع الثالث من العام، بعد أن اقترضت 72 مليار دولار في الربع الثاني عبر أسواق الائتمان. والرقم المتوقع للاقتراض في الربع الثالث يزيد بمقدار 56 مليار دولار عن تقديرات سابقة. ووفقا لمسؤول كبير بالوزارة، فإن الاقتراض المتوقع في الربع الثالث هو الأعلى للفترة نفسها منذ عام 2010، ورابع أكبر اقتراض مسجل للفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر. انخفض الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 4% على أساس سنوي، وصولا إلى 964 طن بحسب ما كشف عنه مجلس الذهب العالمي. كما انخفض الطلب العالمي على الذهب بنسبة 6% خلال النصف الأول من هذا العام، وليأتي لأدنى مستوى له منذ 2009. وأرجع المجلس ذلك الانخفاض إلى تقلص حاد في مشتريات صناديق المؤشرات. هذا وانخفضت مشتريات البنوك المركزية من الذهب بنسبة 7% بين أبريل ويونيو. والآن نترككم مشاهدينا مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. فقط نتائج شركة أبل توقعات المحللين لربعها المالي الثالث، دعمتها مبيعات هواتف آيفون إكس الأغلى ثمناً، وتجاوز سهم أبل قيمة 200 دولار بعد هذه النتائج، منعشاً الآمال بأداء قوي للأسهم الأمريكية. وبجانب إيرادات الاشتراكات في كل من أبل ستور وأبل ميوزك وخدمات أي كلاود، نمت أرباح أبل لربعها المالي الثالث 32% لتصل إلى 11.5 مليار دولار. وسجلت الشركة إيرادات بقيمة تجاوزت 53 مليار دولار، مع ربحية للسهم بقيمة 2.34 دولارا، أي أن معدل الإيرادات اليومية لأبل قارب 59 مليون دولار. وتتوقع الشركة أن تفوق إيراداتها التوقعات في ربعها المالي المقبل لتبلغ 62 مليار دولار بعد طرحها لطرزات جديدة لجهاز آيفون.